عطال منذ لحظات وصل إلى محكمة نيس الفرنسية للمثول أمامها في قضية دعمه للقضية الفلسطينية. الفيديو الذي تداوله عبر إنستغرام لإمام فلسطيني يتحدث طبعا عن قضية هي قضية عادلة لشعب أعزل. يوسف عطال إذن راح ضحية أستؤدري القانون الفرنسي الذي يمنع ربما مثل هكذا أمور ودعم للقضية الفلسطينية، وربما فيه خلط بين معاداة السامية بمنظورها ومفهومها التاريخي ودعم شعب أعزل ضد كيان غاشم يقصف بعشوائية. يعني من الجانب القانوني كيف أو ما الذي ننتظره اليوم سيمونير قتال؟ تحية تضامنية مسائية عطرة مع أهلنا في غزة ومع اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال وكل متابعي قناة النهار، وشكرا للاستضافة. حقيقة بدء أنا أدين بشدة موقف القضاء الفرنسي تجاه اللاعب الدولي يوسف عطال، وهكذا باتهاماته تهمة جد خطيرة، وهذه التهمة لا وجود لها في نظر القانون الفرنسي. مؤخرا فقط البرلمان الفرنسي قد مرر وثيقة مشروع قانون تسمى بمشروع تجريم الصهاينة، ونحن نتابع التطورات في الدعم المطلق للقضية الفلسطينية. رأينا فرنسا قد تراجع موقفها في الأخير بسبب الموجة الشعبية العارمة والغضب الشعبي الشديد، لأن رأينا كذلك يوسف عطال لديه تعبئة جماهيرية من كل بقاع العالم، وهذه التعبئة تؤكد مرة أخرى بأنه ما فعله القضاء الفرنسي لا يستجيب وقواعد القانون الدولي، لا سيما أن يوسف عطال كلاعب وكمواطن من المواطنين في أنحاء العالم يدعم القضية الفلسطينية، والدعم المطلق له في كل الأسباب وكل الوسائل ووسيلة التواصل الاجتماعي هي وسيلة التواصل الاجتماعي. والملاحظ والمتفحص في الأقوال يوسف عطال عبر تويتر وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الكلمات التي وجهها للدعم المطلق للقضية الفلسطينية فهي دعم يندرج في إطار دعم القضايا العادلة، ويندرج كذلك في إطار الرأي الشعبي التضامني مع الشعب الفلسطيني. حقيقة الآن يوسف عطال يمتثل في محكمة نيس أمام وكيل الجمهورية لمحكمة نيس، ويوسف عطال قد استفاد من قاضي التحقيق الفرنسي إجراء الرقابة القضائية. أنا أعتقد بأن يوسف عطال سيمتثل بعد لحظات أمام قاضي الحكم الذي يبصر له في هذه القضية بناء على إجراءات، وهي إجراءات الاستدعاء المباشر وفقا للقانون الفرنسي. فرنسا الآن تستند في متابعتها لهذه القضية وفي توجيه التهمة إلى قانون التجريم الصهاينة الذي صادق عليه النواب الفرنسيين البرلمان الفرنسيين الشهر الفارط وأصبح نافذا في تراب فرنسا. ولكن سيدي الفاضل عفوا على المقاطعة، المركز الأوروبي للدعم القانوني يعتبر المنظمة الوحيدة في أوروبا التي تدافع عن الأشخاص الذين يتابعون بمثل هكذا قضايا التي تصنف ضد معاداة السامية. هذا المركز الأوروبي للدعم القانوني يعني يستند على معطى معين، وهو وجوب التفريق بين معاداة السامية بمفهومها الشامل والتاريخي و من يدعم قضية عادلة ضد عدوان غاشم يقصف بعشوائية ضد شعب أعزل. أنا باسم المنظمة الدبلوماسية العالمية للعدالة والسلام وجهت خطاب رسمي وخطاب جدي إلى الرئيس الفرنسي حول أن التهمة التي وجهها ليوسف عطال هي تهمة باطلة ولا أساس لها من الناحية القانونية، ولن نسكت عن الدعم المطلق للشعب الفلسطيني وعن الدعم كذلك ليوسف عطال اللاعب الدولي الجزائري، لأن هذه التهمة في نظر القانون العالمي وفي نظر القانون الفرنسي هي تهمة باطلة. والآن رأينا أن فرنسا هي من بين الدول الغربية الداعمة للكيان الصهيوني الغاصب والظالم، ولكن نحن كمنظمة دولية وكمحامين دوليين لن نسكت ونتابع هذه التطورات بكل استمرار، ولن نسكت حتى يستفيد يوسف عطال بكل البراءة. كيف يعني؟ كيف سيدي يعني؟ كيف يجب أن تتحركون بطريقة فعالة وفعلية؟
أنا تحركت منذ الأسبوع الفارط ووجهت خطاب إلى الرئيس الفرنسي، خطاب باسم المنظمة الدبلوماسية، ووجهت كذلك خطاب رسمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على أساس منظمتنا هي منظمة دولية وتشتغل على القضايا العادلة في مقدمتها القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت كذلك حتى للداعمين لهذه القضية، لأنه الآن فرنسا في قضائها وفي قوانينها تخرق القوانين الدولية المتعلقة بالدعم المطلق للقضية الفلسطينية. أنا أقول لك من هذا المنظر بأن يوسف عطال وفقا لهذه التهم هي تهم باطلة، وفرنسا أو القضاء الفرنسي لا يحق له أصلا أن يحاكم يوسف عطال بهذه التهمة، لأن يوسف عطال ليست له أي جريمة من قريب أو من بعيد، لأن هذه الجريمة لم تعز بأدلة إثبات، لأنه الآن القضاء الفرنسي ماذا بين أيديهم؟ ماذا بين أيديهم؟ بين أيديهم منشورات فقط من مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هذه المنشورات، هذه المنشورات ليست دليلا قاطعا، لأن هذه المنشورات مضمونها هو الدعم المطلق للقضية الفلسطينية جراء الجرائم الشنعاء التي يرتكبها يومين الكيان الغاصب. ربما هذه القضية سيد الفاضل فضحت سياسة الكيل بمكيالين حتى على مستوى القانون، يعني لماذا الآلة الفرنسية لا تتحرك ضد بعض الفرنسيين المتصهينين العنصريين، كمثلا الإعلامي والصحفي والكاتب الشهير إريك زمور الذي يغتنم كل الفرص والمنابر من أجل توجيه التهم للعرب والمسلمين وبأقبح يعني فرنسا اليوم تمادت بهكذا قضية يوسف عطال والكثير من القضايا، خاصة في مقدمتهم العرب والمسلمين الداعمين للقضية الفلسطينية، وفي جهة أخرى يتناقض القضاء الفرنسي بين الداعمين للقضية الفلسطينية وهم يحاكمون في أروقة المحاكم الفرنسية، وبين المتصهينين الذين يؤمنون بالصهيونية والذين يدعمون الكيان الصهيوني ويرتكبون جرائم. ففرنسا الآن وفقا للتقرير الرسمي الذي رفعناه الولايات المتحدة الأمريكية سنحاسب فرنسا، سنحاسب في ربما الأسبوع المقبل أو ربما الساعات القليلة القادمة، سنجتمع رفقة المكتب التنفيذي الدولي في واشنطن وسنتخذ قرار ربما بأن نرفع شكوى ضد الرئيس الفرنسي على أساس محاكمة يوسف عطال. نحن في منظمتنا الدولية الدبلوماسية وكحقوقيين ومحامين ندين بشدة هذه التصرفات اللامسؤولة والانتهاكات، ليس فقط في حق يوسف عطال بل في حق الشعب الفلسطيني وفي حق كل الداعمين باسم القضية الفلسطينية، لأننا نحن في الدولة الجزائرية لن نتخلى عن مبادئنا ولن نتخلى يوما عن الدعم المطلق للشعب الفلسطيني. وأنا أحيي من هذا المنبر السيد رئيس الجمهورية السيد نجيب تبون، الرئيس الوحيد في العالم الذي خرج في خرجة إعلامية ووجه خطاب لكل أنحاء العالم نفاذه تقييد دعوة ضد هذا الكيان الصهيوني، ونفذنا نحن خطاب رئيس الجمهورية سيد نجيب تبون ونفذنا هذه الدعوة وقيدنا شكاوى عديدة، ونحن ننتظر من المحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقا في قضية الأسرى وتفتح تحقيق في الجرائم، ولن نسكت حتى ينال الشعب الفلسطيني كل الحرية والاستقلال، ولن نسكت حتى ينال يوسف عطال البراءة من هذه التهمة الكيدية والتهمة التي تنتفي كل عناصرها الإجرامية وفقا لأحكام القانون الفرنسي والقضاء الفرنسي. يعني تهمة باطلة، وطبعا يوسف عطال قضية ظالمة عفوا في رأيك سيموني القتال، وهذا ما يفضح أوروبا وكل الداعمين للكيان الغاشم الكيان الصهيوني وما يفعله في الأراضي الفلسطينية. شكرا جزيلا لك، سنعود إليك وطبعا سنناقش القضية بعد قليل ريثما ننتظر طبعا ما سيصدر عن القضاء الفرنسي في هذه القضية. شكرا جزيلا